اهلا بكنا. الثديين دولت لما بينزل البيبي البنوتة ممكن يلاقي فيهم اشياء غير مألوفة لها، زي مثلا تلاقي الثديين محتويين على اللبن في طفلة، في طفلة عمرها يوم مثلا، يعني من تأثير الهرمونات اللي تكونت داخل الرحم، فبيتبقى شوية لبن بينتهي بعد كده. ممكن نلاقي ثدي واحد بدل الثديين، وممكن نلاقي ثلاثة بريستس بدل الاثنين، ممكن نلاقي حلمات على الخطوط اللبنية اللي اتكلمنا عليها، ممكن نلاقي الثديين الحلمة داخلة لجوه مقلوبة، بدل ما هي بارزة لبرة لا هي داخلة لجوه. لما تكبر بقى الأنثى وتبقى أنسة، في حاجات ملحوظة، إما الثديين يبقوا البريس يبقوا صغيرين جدا جدا بطريقة ملحوظة، ما في ليفل معين، أو ممكن نلاقيهم كبار جدا متضخمين جدا حجم كبير، حاسس إن الأنثى تبقى شيلة حاسة إن هي شيلة. لكن دي كلها ممكن حاجات نجدها مع التطور الزمني. احنا عارفين طبعا ان هو البريستس عند وقت البلو بيبدا يكبروا شويه بشويه، وبتبدا والانثى بتجد نفسها وبتجد انوثتها في البريستس، والبريستس ديت على يعني ممكن نتكلم فيها اوقات طويله، لان هما دولت مصدر الحياه لكائن حي جديد، مش كده بس، الأنثى الفيميل فخورة بالبريستس بتاعتها عادة، يطلق عليها البعض لؤتي السيدة أو الأنثى. في قصائد قالها نزار قباني، ده عمل قصائد في البريستس، وسمهم كما سمهم وأطلق عليهم ما أطلق عليهم. مش هقول لكم على الحاجات دي انتوا عارفينها، لكن انا بنبهكم ان هي الكلام ده يؤثر نفسيا قد ايه على الانثى. فاذا عمليه ان الثدي يبقى صغير، البريستس يبقوا صغيرين عن اللازم او كبار بدرجه كبيره جدا، فده بيمس الحاله النفسيه للانثى. بكده أخذنا فكرة سريعة جدا عن تركيب الثديين، وعلى فكرة هم مرتبطين ارتباط لصيق بهرمونات الفيميل، استروجين بروجسترون، ومرتبطين بالحمل وبالتطورات الفسيولوجية اللي ماشي مع الجسم. تحياتي لكم، ونكمل في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.